ما انا مش عارف يعني ايه، لكن يعني هم خرجوا من معبر رفح، خرجوا من البوابه، و يعني في اتوبيس يعني حافله يمكن بتقل، هنعرف بتقل مين؟ او وزاره الحرسيه وهيئه الاسعاف الان، هيئه الاسعاف المصريه بالفعل هي هيئه الاسعاف المصريه. اذا دور الصليب الاحمر الدولي ينتهي عند هذه النقطه، بعد ان قام باستلام المحتجزات، ومنهم كما نرى في الصوره عجائز يبلغ العمر منهم اكثر من 80 عاما ربما 70، ينزلون من هذه السياره وصاحبهم الفرق الطبيه يحملونهم بين يعني ايديهم حتى يساعدون في الحركه، يتم للاطمئنان على حالتهم الصحيه. بعد هذا الامر سيتم نقل مرارة الاحضان على هذه الفتاه التي تحمل كلبها الصغير، يبدو انها كانت في الحج مع الفتاه الفلسطينيه بشخصه يعني عائلاتها، هناك سيدتان كبيرتان في السن معهم طفله صغيره، وايضا ينزل بعض من كبار نتيجه لكبر السن، سيتم الاطمئنان على حالتهم جميعا، وايضا سيرتاحون في بعض الاماكن المخصصه بالاضافه الى الفريق الطبي عالي التخصص الذي سيقوم باجراء جميع الفحوصات، قياس ضغط الدم السكر، وهي الجزء الاهم، ما نراه الان على الشاشه هو الجزء الاهم من الهدنة التي تم إقرارها وقوات الاحتلال الإسرائيلي. هناك أيضا جنسيات أجنبية مرافقة، منهم على ما يبدو رجلان من تايلاند كما عهدنا في الأيام السابقة، لذلك العدد أكثر من 10 رهائن، منهم 10 من إسرائيل وسيدة تايلاندية ورجلان أيضا قاموا بالنزول للتو، لذلك يبدو أن الفصائل الفلسطينية قامت بتحرير